اختلالات أمنية متسارعة شهدتها محافظة الضالع خلال الأيام القليلة الماضية تمثلت بعبوات ناسفة من قبل مجهول. ففي قعطبة لقي الطفلة مصرعها وأصيب ضابطين وجندي أحدهما أركان إمداد اللواء 30 مدرع جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مقره الرئيس وسط المدينة، فيما كان مقره الآخر في حبيل السماع قد تعرض لعبوة أخرى. ياسين الخابر قاموا قال مالي يا خابر واشتك رواتب هم لحادث ثم درت بالانفجار لقى كل واحد انتدق لحاله قمت عاقل هذا اللي صح بطني هذا جيت واحد قد ممطوش اللي هزه ما عارف ولا حركة الثاني شلوه لسه بطنه والثالث قد بطنه سعبوهم. مبنى إدارة أمن قعطبة تعرض أيضا لعبوة دون أضرار، وفي جلاس استهدف مجهولين مبنى قسم شرطة الوبح بعبوة أسفرت عن مقتل جنديين ليصفها رجال قانون بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم. هذه الجريمة تعتبر جريمة حرابة، وهذه جريمة لا تسقط بالتقادم لأنها تنال من المجتمع ومن أمنه، يعني هذه لا تسقط بالتقادم وهي جرائم حرب. محافظ الضالع في اجتماع خاص مع اللجنة الأمنية انتقد الجهات العليا نتيجة تقصيرها في دعم المؤسستين العسكرية والأمنية، وأقر الاجتماع تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الجهات الداعمة لأعمال الفوضى، فيما كانت الشرطة قد تعهدت بضبط الأمن وحفظ الممتلكات. ونحن في إدارة الأمن وضعنا خطة محكمة بالسيطرة وحفظ الأمن من دخول أي خلايا عفاشية حوثية إلى محافظة الضالع والعاصمة عدن الحبيبة. اختلالات أمنية لم تشهدها المحافظة منذ عملية التحرير، وتعهدات بملاحقة الجناة وبسط نفوذ الشرعية. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع.